مساء الخير، تحياتي تحيات فريق العمل والمخرج بودي معلولي من المصيلح عبر ال بي سي الان بي ان واذاعه الرساله. اللقاء الليله هو الاخير في كلام الناس برلمان 2009 قبل يوم واحد من انتخابات 7 حزيران. دوله رئيس مجلس النواب الحالي الاستاذ نبيه بري المقل في الاطلالات الاعلاميه مسك الختام في لقاءاتنا ليطلق شراراته المعتاده، شرارات الاعتدال والحكمة والانفتاح والعيش المشترك، راسما صورة ومعالم الانتخابات والمرحلة المقبلة مجلسا نيابيا حكومة وتحديات. دولة الرئيس، اهلا بكم في دارتكم، واللقاء معكم يستحق هذه الرحلة الى الجنوب المقاوم والذي يبدو مرتاحا من المعركة الانتخابية باستثناء جزين وصيدا. ليش ما بدك يكون في معارك بالجنوب؟ خلينا نرحب فيك بالاول. بداية اهلا وسهلا مرسال. اسمح لي بس مشان تقدمي اني صحح شيء. حركة امل تأسست عام 74 مش 75. نعم بس سنة معلش. هلا بنرجع لسؤالك، تفضل. عم بقول تبدو مرتاح، ما في معركة بالجنوب باستثناء جزين الا اذا كنت ضمنها. بعتقد انه الوضع الانتخابي كما تفضلت مرتاح جدا في الجنوب والحمد لله، لان الموضوع موضوع استفتاء حول المقاومه. هو استفتاء حول المقاومه تماما. هلا بنحكي ايس، بس بتشرح لي شوي شو التضامن وشو امل بهذا الشعار الانتخابي دوله الرئيس؟ هذا انه ليش دمجت الكنيسه والجامع؟ لانه هذا لبنان. نعم. هذا الجنوب ايضا؟ وهذا الجنوب تحديدا. ليش كان في صوره انه هذا الجنوب؟ هذا التضامن اللبناني هو سبب كل الانتصارات وسبب بقاء لبنان. لذلك كان هذا الشعار بالنسبة للحملة الانتخابية، وفعلا هذا فعل إيمان منذ التأسيس. الإمام موسى الصدر تعرف انتحار الكنائس مثل ما حضر بالمسجد، وكان دائما يعني يعيش الوحدة اللبنانية، وكان يعتبر أن أحد أهم أساليب المقاومة ضد العدو الإسرائيلي هي الوحدة الوطنية الداخلية، فكان بالحرير انه ما يكون هذا الامر قائم. دولة الرئيس، يعني سبق لك وحكيت قبل بفتره، قبل 3 4 اشهر تقريبا، انه الانتخابات هي بين تجربتين وليس بين مشروعين. اليوم يعني في كلام انه هذه الانتخابات المعارضه اذا فازت ستغير فيها وجه لبنان، علما كمان دولتك بتقول انه وجه لبنان لن تغيره نتائج الانتخابات. خلينا يعني اي مشروع واي لبنان تريده المعارضه؟ استاذنا الكريم، بدايه مش اول مره الانتخابات اللبنانيه بتكون بهذا الحجم من القلق. القلق او الشغب؟ وبهذا بهذا الحجم من القلق وبهذا الحجم من التخمينات. أنا بدي أذكر بس مش من القديم، الانتخابات الماضية. نعم. عام 2005 تماما كانت بدورها صراعات على استراتيجيات عديدة بالمنطقة. القرار 1559، فصل لبنان عن سوريا، يعني كان هذه الأمور كانت أيضا خطيرة وكانت مهمة ومهمة جدا بأبواب انتخابات 2005. هلا المواكبة العربية والإقليمية آنذاك، طبعا المواكبة العربية والإقليمية والدولية آنذاك اللي تجمعت حول التفاهم اللي حصل في باريس، أمم متحدة، ولايات متحدة، الجمهورية الإسلامية في إيران، المملكة العربية السعودية، سوريا طبعا وفرنسا، كل هذه التفاهمات وضعت خارطة الطريق لتلك الانتخابات ولنتائج تلك الانتخابات. كانت محددة ومعروفة سلف بالنتائج حتى. أنا عم بعطيك رأيي. نعم. أنا عم بعطيك رأيي اللي لامسته من خلال تحمل مسؤولياته ومن خلال لاحظته بهذا الشيء. فتمت الانتخابات، وضعت خارطة طريق مثل ما قلت لهذا الموضوع. صار في انتخاب رئيس مجلس، صار في انتخاب رئيس حكومة 128 نائب بالإجماع. صحيح. بالإجماع. ممكن بيحلم فيها. ليش عم بتقول تندكر ما تنعاد؟
بلش شو لا لا ش... انت عم تحكي نواياك ورغباتك. لا 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 عم بحكي. عم تحكي رغباتك مش رغباتي. انا بعد ما قلت شيء هيدا هيئتك عندك شعور راجع فؤاد. لا 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 عم بقول عم بتباعد الشر. عم بقول حصل طبعا يومتها الانتخاب 128 واحد كان لدماء الرئيس كان لدماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري. طيب بس هيدي يعني لا لا هيدي اللي لابد من تسجيلها لابد من تسجيلها. هلا بعد اربع سنوات بس ما كيف بس ما كيفوك وقتها فيها ماشي الحال ماشي الحال. بعد اربع سنوات بعد اربع سنوات من هذا الامر يعني بالوقت الحاضر نحن تغيرت الصوره. تغيرت الصوره ليش؟ لانه بعد انتهاء ولايه بوش الرئيس بوش وسلم يعني برايي انا سلم الرئيس الجديد انقاض امبراطوريه انقاض امبراطوريه. صحيح. اولا الازمه الماليه اللي هي الازمه الماليه العالميه اللي هي امر غير مالوف امر غير مالوف يعني ما على وعينا ما صار هذا الامر. الامر الثاني الشيء اللي حصل بالنسبه لباكستان الشيء اللي حاصل بافغانستان الشيء اللي حاصل بالعراق الشيء اللي حاصل بكوريا الشماليه والتهديد بالموضوع الى الملف بالموضوع الامني. ترك ايضا بوش توتير اجواء بينه وبين روسيا على اثر قصه جورجيا. ترك ايضا توتير بينه وبين الصين. هذا الكلام قائم. اضف الى ذلك انتصار المقاومه في لبنان وانتصار حماس بصمودها في غزة. كل هالعوامل هيدي يعني تجمعت بشكل انه جعلت برأيي انا متواضع انه الولايات المتحدة الامريكية الان بحاجة الى ايران وبحاجة الى سوريا وبحاجة الى الصين وبحاجة الى روسيا للتحدث معهم ولفتح ابواب معاهم من شان هذا الامر. هذا الامر هو السبب الاساسي لعل وتيره لعل و... هذا البعد هذا كله على وتيره كثير. ليش؟ لانه صار الامريكي بده يلجأ بده يقوم لسببين بده يقوم بامر معين في هذا الاتجاه. اولا هذا الامر على وتيرة الشحن عند الاسرائيلي. ليش؟ لسببين. السبب الاول انه الاسرائيلي صار خايف انه يبدا حوار جدي بين ايران وامريكا وبين امريكا. قبل ما فوت يعني ونتشرف بهاللقاء انا ريت هلا على البوند انه الرئيس اوباما اعلن من برلين انه سيجري محادثات جدية مع ايران وطبعا بالتشاور مع الدول الست الكبرى. صحيح. طيب هذا خوف اول عند اسرائيل. الخوف الثاني انه اوباما وخلال زيارته التي قام بها والخطاب اللي قالوا فيه انه يرجع يستنهض المبادرة العربية التي اطلقها الملك عبد الله عندما كان ولي عهد في بيروت وبالتالي فتح موضوع الدولتين وهذا الامر ايضا بيحشر الاسرائيلي. شو معنى ذلك؟ الاسرائيلي صار بهذه الحاله كانك ملاحظ متوتر جدا وانا بقول لك هذا التفسير السياسي برايي المتواضع مره اخرى للمناورات الاسرائيليه اللي قائمه الان. هذه رسائل لامريكا اكثر ما هي رسائل للمنطقه. هذا من جهه و من جهة ثانية بتلاحظ أنت أنه أيمتى كانوا الإسرائيليين يعملوا حتى استفتاءات داخل الشعب عندهم أنه مين بينجح المعارضة ولا الموالاة والنتائج بتيجي 70% لمصلحة المعارضة. هذا الدليل للقلق الكبير اللي بلشت أنا بحديثي المجتمع الإسرائيلي. هذه الخلاصة اللي عم أقول لك إياها